ماذا لو توحد العرب في دولة واحدة؟ قد تبدو لكم هذه الفكرة خيالا أو أحلاما وردية، لكن دعونا نتخيل ونحلم قليلا لنرى كيف ستكون النتائج وما الذي سيحدث عندها. دعوني أنطلق أنا وإياكم في رحلة هذا الحلم الرائع لنعرف النتائج في دولة العرب الواحدة بحسب توقعاتنا وتوقعات الكثير من الخبراء. في الدولة الواحدة حيث يمر العربي أرجاء الدولة ببطاقة واحدة ولا حدود بين الدول، وحيث لا يدعم الغرب هذا الطرف أو ذاك ليحدث قتال بين العرب، إذ لا يوجد سوى دولة واحدة. أما آن للعرب أن ينبذوا الغرب وراء ظهورهم؟ أما آن للعرب أن يتوحدوا؟ وفي الدولة الواحدة سيمتلك العرب سلاحا نوويا لا مثيل له، وهناك سيكون العرب قوة يرغب الغرب بالتحالف معها، وعندها سيأتي الغرب ليعمل في الدولة العربية بعكس الوضع حاليا، وعندها ستتحرر فلسطين وتطمئن العراق وستتفق المغرب والجزائر، ولن يضطر مواطنوها للذهاب بعيدا عنها ليبحثوا مصدرا جيدا لأرزاقهم، وسيعود اليمن وسوريا إلى الزمن الجميل. ذلك هو حلم العرب. فماذا لو توحدت الدول العربية جميعها في دولة واحدة حقا؟ وماذا لو امتلك العرب جيشا واحدا؟ دولة عربية واحدة هو حلم صعب المنال، لكنه ليس بالمستحيل. فعندما يتوحد العرب لن تكون هناك حدود بين الدول العربية، ولن يكون هناك قتال على المناطق والأراضي بحجة أنها تابعة لهذه الدولة أو تلك. ليس هناك تأشيرات دخول للعرب إلى أي منطقة في الدولة العربية. سيتوضأ العربي في سوريا ليصلي الفجر في الأقصى، ويصلي الظهر في مكة، والعصر في القاهرة، والمغرب في البحرين، والعشاء في اليمن. لن يسأل العربي من أي دولة أنت، بل هل أنت عربي أم أجنبي؟ سيتناول العربي فطوره في المغرب أو الجزائر أو موريتانيا في أقصى إفريقيا، ثم يعود ليأخذ غداءه في مصر، بينما يستطيع أن يتناول عشاءه في العراق. وسيتنزه العربي في تونس الخضراء ويخوض مغامراته في صحراء ليبيا، وحينها فقط سينتقل العربي من لبنان ليقوم بجولة بسيارته بين الكويت وقطر. حينها سيساعد العرب مصر في ضرب سد النهضة في إثيوبيا، ولن يستطيع أحد إيقافهم. دولة عربية واحدة موحدة تعني القوة، وتعني الثراء، وتعني السيادة والأمان، وتعني أن يأتي الغرب ليطلب ود العرب، وأن تكون الدولة العربية المكان الذي يغترب فيه الأجانب ليبحثوا عن مصدر جيد لأرزاقهم، بعكس ما يحدث في الوقت الحالي حيث يذهب العرب إلى الغرب لتحسين دخلهم، إذ ستنقلب الآية حينها. لو كان العرب دولة واحدة لن يظل المحتل الإسرائيلي يوما واحدا في فلسطين، ولن يعبث الأجانب بالعراق، وسينتهي القتال في سوريا، وسيعود اليمن سعيدا كما كان. دول المغرب العربي ستنسى الخلافات التي بينها، وستنظر لمن يحاول إشعال الفتنة فيها من الخارج. لو أتيح للعرب اليوم أن يتوحدوا في دولة واحدة، سينتج عن ذلك مباشرة قوة جغرافية، بشرية، عسكرية، واقتصادية. جغرافيا واحدة. ستكون مساحة الدولة العربية الواحدة 13 مليون كيلومتر مربع، وهذا يعني أنها ستكون في المرتبة الثانية بعد روسيا عالميا، وتمتد سواحلها على أهم البحار والمحيطات والمنافذ البحرية في العالم، حيث ستطل هذه الدولة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي، وستتحكم في مضائق حيوية جدا كمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق. جميع هذه المضائق خصوصا مضيق باب المندب وقناة السويس ستتحكم بالتجارة العالمية، وستحقق الدولة العربية الموحدة دخلا هائلا منها سيعود بالفائدة على جميع المناطق في الدولة. وهنا نتحدث عن رفاهية اقتصادية تتوزع بين جميع الأقطار العربية تحت ظل دولة واحدة. سيكون عدد سكان الدولة العربية الجديدة
410 ملايين نسمة، أي في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والهند وقبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. عسكرياً، تبرز القوة النووية في المقدمة، فعند توحد العرب سيكون الهدف الأول لهم هو صنع سلاح الردع النووي، ولن يكون هذا الأمر جديدا عليهم، فقد سبق للعراق أن بدأ في مجال السلاح النووي في عهد صدام، وكذلك مصر وليبيا، إلى أن أوقفتهما المعاهدة الغربية، وإلا لكانتا في نادي الدول النووية. أما في المجال العسكري سيتشكل جيش واحد من كل الجيوش العربية الحالية، وسيكون العدد 4 ملايين عسكري، وهذا ما يشكل أكبر جيش ليس في زماننا هذا فحسب، بل سيكون الجيش الأكبر في كل الأزمنة عبر التاريخ. وسيمتلك هذا الجيش أضخم ترسانة سلاح امتلكها جيش لغاية الآن، حيث سيكون عدد الطائرات الحربية أكثر قليلا من 9,000 طائرة و18,000 دبابة و9,000 طائرة مروحية و51,000 آلية عسكرية من أحدث الآليات العسكرية الموجودة في العالم، إضافة إلى شبكات ضخمة من الصواريخ البالستية وغيرها. اقتصادياً، مجموع الدخل القومي سيكون أكثر من 6 تريليونات دولار، أي في المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين، متجاوزا روسيا الاتحادية. في مجال إنتاج النفط فقط ستكون نسبة إنتاج الدولة العربية الموحدة من النفط 32% من الإنتاج العالمي. أما في مجال إنتاج الكهرباء فيكفي استغلال 8% فقط من الصحراء الليبية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ سيولد 20 مليون جيجاوات من الكهرباء، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات الكرة الأرضية بأكملها بشكل مستمر لأنها طاقة متجددة. وفي المجال الزراعي إن تم استغلال 84,000 هكتار في السودان فقط في الزراعة، لنتج 760 مليون طن من الحبوب، و370 مليون رأس من البقر، و410 ملايين رأس من الماشية، وهذا ما يعادل رأسا من البقر ورأسا من الماشية لكل فرد في الدولة العربية الواحدة، اكتفاء ذاتي لم يسبق له مثيل إلا قبل 1343 عاما في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. فهل يدرك العرب ما الذي سيستفيدونه من الوحدة والدولة الواحدة؟ هل يعي العرب أضرار الفرقة وتشتت الدول؟ في مجال الزراعة هناك المزيد، إذ أن المساحة المقدرة الصالحة للزراعة في أرض العرب تزيد عن 600,000 كيلومتر مربع، ونحن ذكرنا الأراضي الصالحة للزراعة في السودان فقط، فماذا لو تم زراعة 300,000 كيلومتر مربع، أي نصف المساحة التي يمكن أن تزرع في الدولة العربية الواحدة؟ هذا سيحقق دخلا مهولا بجانب الاكتفاء الذاتي للدولة، وستعيش الدولة رفاهية تجعلها قبلة للزائرين والسياح حول العالم. والسياحة هي أيضا جزء مهم يحقق دخلا جيدا للدول العربية قبل حتى أن تتوحد في دولة واحدة، فمصر واليمن والإمارات دليل واضح على ذلك، والأردن التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة. إذن أين تكمن المشكلة أيها العرب؟ ألا تعلم أن دولة واحدة تعني أن يحسب الغرب 1,000 حساب لكم قبل أن يحاولوا نشر فتنهم وسمومهم بينكم؟ العرب كانوا هم السباقين في كل العلوم، في الفلك والرياضيات والفيزياء، وكانوا أول من يجوب أنحاء العالم ويكتشف الدول والمناطق التي يدعي الغرب أنهم اكتشفوها. العرب، وما أدراك ما العرب؟ فهل حان الوقت ليتوحد العرب؟ هل حان الوقت ليكون هناك دولة عربية واحدة؟ نعم سيحدث ذلك، ولكن عندما يصحو العرب من غفلتهم، وإلى ذلك الحين من غير المعلومة كيف سيكون حال العرب؟